نعزي مرة تانية أشقائنا في المملكة المغربية وأشقائنا في ليبيا، وكمان أقدم التعازي لمواطنينا في مصر الذين فقدوا في حدث الحدث في مدينة درنة والمناطق الليبية اللي تعرضت للسيل. زي ما تقال دلوقتي أن الجسامين لأبنائنا وتقديم الرعاية الصحية للمصابين، تعزية المواطنين وأسرهم في فقدانهم لزويهم، وأيضا تمني الشفاء للمصابين. أرجو أن نرتب لهم بالتنسيق طبعا مع وزارة التضامن ونشوف إيه اللي ممكن نعمله مع أسرهم عشان شكل من الأشكال للدعم والمساندة. مش هنسى أن أنا أشكر القوات المسلحة على والدولة المصرية بجميع أجهزتها على الجهد اللي تم خلال اليومين دول، وأعمال التنسيق اللي تمت مع أشقائنا سواء في المملكة المغربية أو في دولة ليبيا. لكن طبعا إحنا يعني لما بيكون بنعمل أعمال التنسيق طبقا لنتائج هذا التنسيق بنبتدي نرتب نفسينا. أنا متصور أن طقم الإنقاذ بتاعتنا تبقى متوقعة أن يبقى فيه تحت جسامين ناس، وده والشق الفني من الموضوع، أن أطقم البحث والإنقاذ اللي هتقوم بالموضوع دوت محتاجة تبقى تراعي ده. إذا كان في جهد من القوات البحرية لصالح الناس اللي سقطت أو الجسامين، للكلام ده طبعا أشقائنا في ليبيا برضو قالوا أنه في جسامين كثيرة أو في مفقودين كتير سقطوا في البحر. بشكركم على أن طبعا المنطقة الغربية أقرب حاجة للحدود الليبية، وبالتالي أن إحنا لو في معسكر أو اثنين أو ثلاثة مع أشقائنا، لأن العدد اللي هم فقدوا المساكن بتاعتهم عدد ضخم، وأكيد يعني هم بيتقال فيه أكتر من 20-30 ألف بدون مأوى، فإحنا مع أشقائنا في ليبيا نساهم معهم بقدر الإمكان في إيجاد هذه المعسكرات خلال هذه المرحلة الصعبة. لكن الإجراء العاجل دلوقتي أن إحنا نخفف ما أمكن من الآثار الناتجة عندي، سواء بفتح الطرق والمعابر اللي ممكن تخلي حركة الحركة داخل المدينة أو للمدينة سهل، ثم طبعا عملية إغاثة أو يعني انتشال الضحايا من تحت المباني اللي دمرت أو اللي ممكن يكونوا وقعوا في البحر. مش عايز أطيل عليكم، أنا بشكركم وأنا كنت متوقع كده، وإحنا نأكد أن كل شيء بيتعمل هنا بيبقى طبقا لتصور وتخطيط، يبقى ده الشكل اللي دايما بنتحرك به. أنا بتكلم أن إحنا مستعدين دايما، أطقم الإنقاذ المدربة بمعدات متقدمة، ده أمر إحنا برضو بنعمله وبنفكر فيه وشغالين بيه عشان نحدث المعدات اللي عندنا بما تلائم مع التطور اللي حصل في الموضوع. ربنا ما يجيبش شر أبدا، ولكن يعني لابد هي الناس تبقى أو الدول تبقى مستعدية للتعامل مع الأقدار اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكتبها. يعني أنا مرة تانية بشكرك وبشكر الدولة وبعزي أسرنا المصرية اللي فقدت زويهم، وإحنا متابعين الموقف هناك، وأي انتشال لجثث لمصريين إحنا هنقوم طبعا بسرعة نقلهم إلى زويهم، ويمكن في إجراءات بتتعمل بما متاح لدينا من بيانات، ولو في أي حاجة تانية برضو هنبقى بسرعة. والمصابين على المستشفيات سواء كان المستشفى الميداني دي او المستشفى اللي موجوده في حمله الطائرات مستر، واحنا قصدنا نبعت معده قادره على ان هي تدير ازمه من غير ما يكون عبء على الدوله المضيفه. اتمنى ان احنا نقدم لاشقائنا الدعم، ونتمنى لهم ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يتجاوزوا هذه الازمه الكبيره. بشكركم مره ثانيه، متشكرين، شكرا جزيلا.